فين الاستاذ ضياء؟ طبعا في عبقري عندنا مصمم الدعايه على مستوى وزاره الثقافه، كل مصر عارفاه، بنرحب بيه مصمم الدعايه الكبير قوي الاستاذ مصطفى عوض. تدريب الاستعراضات صراحه عمل مجهود كبير جدا 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 اكتر مني انا. محمد قنبة احمد رفعت حسن شحاته سعيد الاخراج. لا الحقيقه عمل مجهود كبير جدا مدرب، كل الناس عملت مجهود كبير، بس مدربين الاستعراضات سعيد الحقيقه يعني استحملوني وانا رميت العبء عليهم كتير جدا جدا. فداتي مساعد الراقصين طبعا الحقيقه الراقصين كبيره جدا. سعيد الاخراج الاستاذ محمود كامل، استاذ ايهاب رضوان، استاذ ابراهيم ابو النجا، استاذ احمد الصواف، استاذ احمد طارق، استاذ محمد الشيل، المخرجات التنفيذيه الاستاذ وليد صلاح. فين وليد؟ استاذ وليد صلاح والاستاذ احمد يونس. المشرف على هيئه الافراج الاستاذ وليد طه. مدير عام الفرقه الغنائيه الاستعراضيه الاستاذ صلاح لبيب. فين الاستاذ صلاح؟ مدير الانتاج الاستاذه امل حبيب. طبعا مدير اداره الاحصاء المحترم الاستاذ خالد الشناوي. في حد هنا مهم جدا عايز احييه وهو عامل مجهود جبار، بس طبعا ما بيبانش في الشغل الفني، انما في الشغل الاداري دينامو البيت الفني للفنون الشعبيه الاستعراضيه مدير